عليكم، يعطيكم ألف عافية يا مس. أخذنا في الحصة السابقة المساحة الجانبية لسطح المنشور، مساحة الجانبية للمنشور. اليوم بدنا ناخد المساحة الكلية. المساحة الكلية بنرمزلها بالرمز SA. المساحة الكلية بنرمزلها بالرمز SA. المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة. إذن المساحة الكلية لازم نكون بعرف المساحة الجانبية ومساحة القاعدة. إذن المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة. المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة. بنرمز للمساحة الكلية بأس A، المساحة الجانبية الA، ومساحة القاعدة بالرمز B. إذا عندي مثال، احسب المساحة الكلية بده أس A، مساحة الجانبية. إذا عندي أنا المساحة الجانبية اللي هي الA تساوي 4 زائد مساحة القاعدة، يعني B تساوي 2 زائد 2 ضرب 3. إذا عندي المساحة الجانبية 4 زائد 2 ضرب مساحة القاعدة. عندي المساحة الجانبية 4، مساحة القاعدة 2، يساوي 4 زائد 2 ضرب 3 6، 4 زائد 6 ويساوي 10. إذن المساحة الكلية تساوي 10. إذن أنا هذا كمان دراسته من الدفتر، بعطيك المساحة الجانبية ومساحة القاعدة. بعطيك يا مس المساحة الجانبية ومساحة القاعدة، بس بدي تطبق على القانون. المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة، ضرب 2 مساحة القاعدة. إذن المساحة الكلية تساوي 4 زائد 2 ضرب مساحة القاعدة، بيساوي 4 زائد 2 ضرب 3، 2 ضرب 3 6، 4 زائد 6 ويساوي 10. مثال 2، مساحة الكلية بده SA، مساحة القاعدة اللي هي LA تساوي 7، والقاعدة مساحة الجانبية LA ومساحة القاعدة 5، اللي هي عندي 7 زائد 2 ضرب 5. 7 زائد 2 ضرب 5 10، اللي هي عندي 17. إذن مساحة الكلية تساوي 17. ويعطيكم ألف عافية.